السلام عليكم، أنا نورة الكليب، مهندسة مصممة ومدربة في المساحات المعيشية. حلقة اليوم راح نتكلم فيها عن طرق استخدامنا للمساحة وطرق تخزيننا للقطع اللي موجودة في مساحاتنا نفسها. لحظة من فضلكم، فاصل ونواصل ونكمل باقي الحلقة. مثل ما تكلمنا قبل شوي أن حلقة اليوم راح تكون عن طرق التخزين الذكية. راح نبلش أول شيء في أغلب مشاكل البنات اللي هي الكبتات. شلون هدومي تكفي الكبت؟ شلون أقدر أستخدم كبتي بالطريقة اللي تناسبني أنا؟ فهني راح نستعرض لكم كبتين. طبعاً الكبت ما كاني معاه ولا شيء، بس مجرد عندي هني علاق وفوق رف. فراح نستعرض لكم طريقتين للترتيب. أول طريقة أن أنا راح أستخدم العلاق كتعليق فقط، بس هانكرز. فوق حطينا ثلاث سلال، السلال على نفس القياس ولكن خشب، فممكن التخزين يكون حق الفوط، حق الشراشف، حق الشغلات اللي ما نحاتي إنها تكون وايد يعني خفيفة. الهدوم الخفيفة ما راح نحطهم في سلال خشب. نفس الشيء حطينا نفس السلال هني ولكن في مقاس أكبر، لأن مو دائما الهدوم تكون واصلة لآخر شيء. فحلو إن إحنا نستخدم المساحة مالت الكبت كلها من تحت لفوق. ووايد وايد مهم، وشكله أصلا يصير حلو ويفرق، إن نستخدم علاليق في الكبت من نفس الطقة ونفس اللون. فهني إذا بنمشي على الخشب يكون في نفس درجة الخشب ونفس الشكل حق العلاق كله. ننتقل حق الكبت الثاني. هني سوينا شغلة ثانية. طبعا استخدمنا نفس الطريقة، ثلاث سلال فوق. دائما أفضل الأرفف اللي شوية مرتفعة ما نكدس فيها الهدوم ونحطهم مصفطين فوق بعض، صعب إن نستخدمهم. فالسلال وايد أسهل تسحبونها وتكون الهدوم مصففة بطريقة إن وانتوا واقفين تشوفون كل شيء فيها. نيجي حق ناحية العلاليق. أوقات الكبت اللي عندنا إحنا متقيدين فيه والمساحة اللي عندنا إحنا متقيدين فيها ما نقدر نغير. فشنو الطريقة اللي نسويها؟ إن نفس الكبت هو بس نضيف فيه شغلات تخدمنا إحنا. فهني حطينا مثل بوك كيس. هذه القطعة هي مو حق الكبتات، حق الكتب، تستخدم عادة في الصالات أو المكاتب. استخدمناها هني وضفنا عليها الأسلال علشان تخدمنا في احتياجنا، نحط فيها الملابس، نحط فيها فوطنا، شراشف اللي تبونه، وتحطونهم بهالطريقة هذه. فكسبنا مساحة كأنها أرفف موجودة للأساسية في الكبت. ثاني شيء، هني عندنا حلول ذكية طلعت وايد في المحلات. هني محل يوسك عندهم هذا العلاق وايد حلو، ربل، فلما تحطون فيه شيء ما راح يطيح. هذا حلو علشان تستخدمون علاق واحد وتحطون فيه أكثر من قطعة. وبنفس الطريقة مشينا هني على نفس الثيم وعلى نفس الألوان. استخدمنا الأسود فمشينا على الكبت كله على علاليق سودة. ويفضل إن إذا مساحتنا صغيرة نستخدم العلاليق اللي تكون مخمل، راح تمسك الهدوم عدل، فما نحاتي إذا صار في زحمة ملابس ما نحاتي شيء ممكن يطيح وما نشوفه. وبنفس الطريقة أساساً ما تأخذ مساحة، فراح تساعدنا إن إحنا نستخدم الكبت على يعني على السعة الأكبر مالته. نكمل معاكم حلقة اليوم. حلقة اليوم عن الترتيب والتخزين الصح حسب احتياجنا وحسب مساحاتنا. أنا حالياً في مكان أنا وايد أحبه. هذيل البوكسات ما تتخيلون إيش كثر هم مفيدين. تقدرون تستخدمونهم تقريباً حق كل شيء، وتقدرون تستخدمونهم حق تقريباً كل مكان. مثال من الأمثلة اللي أنا استخدمهم شخصياً عندي هم البوكسات اللي بهالعمق هذا، استخدمهم حق تخزين ملابس الشتاء. عادة الكبتات الخاصة في غرفنا ما تكون بارتفاع للسقف، ففي مسافة تكون بين نهاية الكبت وبين السقف. هذه المسافة، هذا النوع من البوكس وايد حلو إن نحطه هناك، ونحطه بصفة واحدة بنفس اللون بنفس القياس. فلما نيجي نخزن أساساً استخدمنا المكان. ثاني شيء، الشكل صار حلو. بالنسبة حق هذا البوكس اللي تكلمت عنه للملابس بالذات، ممكن أنا أضيف تريك بسيطة، وهذا التريك راح تساعدني أني أنا أخزن زيادة. في شيء اسمه ستورج باج. ستورج باج بلاستيك، إذا شفطنا منه الهواء يصغر حجمه. فتخيلوا أن أنا ممكن أستخدم ضعف الكمية في نفس المكان الواحد. هذا بالنسبة للملابس. لكن إذا عندكم ملفات أوراق تقدرون تخزنونهم في البوكسات اللي تكون عمقها أقل. تقدرون تحطون أدوات التنظيف، تقدرون تستخدمون أي شيء يتراوى لكم. عزكم الله حتى الجواتي
وايد حلو انكم تستخدمونهم هني، لان لما تشيلونهم مجرد تنظيف حلو من داخل قوي خلاص البوكس يرجع كنه جديد، فما تحاتون الوسخ، ما تحاتون عزكم الله اذا في ريحه او شيء حق التخزين. انا افضل البلاستيك للاماكن صعبه الوصول، تريح بالكم 100%. نكمل مع باقي الكوليكشن مال السلال. هني عندنا سلال بلاستيك، مثل ما قلنا قبل شوي البوكسات كان لهم استخدام ثاني، هني نتكلم عن السلال البلاستيك. ممكن نستخدمهم في المطابخ، ممكن نستخدمهم تكرمون في دورات المياه، ممكن نستخدمهم باكثر من طريقه حسب احتياجنا، وايد في اختيارات. هني انا عندي اللون الاسود، عندي اللون الابيض، حتى ممكن استخدمه داخل الثلاجه نفسها. في نوع يكون اللي مسكر بهالطريقة هذه، فأنا أحط فيه الشيء اللي أنا أحاتي إنه يغبر وأسكر وأكون هم مرتاحة. طبعا هذا بالنسبة للبلاستيك. في شغلات ثانية ممكن تقسم لي أدراجي، ممكن تقسم لي مساحاتي وتكون قماش، مثل هذا الشيء اللي موجود تلاقون هو ست أكثر من قطعة، تحطونها مثل ما هي وترتبون فيها أدراجكم. مو بالضرورة يكون قماش، ممكن يكون بهالشكل هذا أي كامل، وأنتوا تنسقونه حسب المساحة الخاصة في الدرج مالكم. هذا بالنسبة حق داخل الأدراج. لو نكمل على موضوع السلال، عندي أكثر من تشكيلة، أكثر من قماش حسب احتياجي. قبل شوي استعرضنا في الكبت هذا النوع من السلال اللي هو كان خشب، وحطيناه بالرف اللي فوق. قلنا إنه ممكن نستخدمه حق الفوط، ممكن نستخدمه حق الشراشف. في سلال تكون أصغر، إذا أنا ما أبي أستخدم الأقمشة أقدر أستخدمها داخل الأدراج بهالشكل هذا، أو في طاولات البوفيه اللي مع طاولات الأكل، لأن شكلها وايد حلو. ممكن أخزن فيها هني الكلينكسات، أو أحط فيها الخل، زيت الزيتون، المملحة، الفلفلة، وأخليها بشكل يعني إنه حلو، مو بالضرورة بس أحطهم وخلاص. نكمل معاكم حلقة اليوم. حلقة اليوم عن شلون استخدم القطع واخزن فيها اغراضي حسب احتياجي وحسب مساحاتي. ففي قطع تكون مالتي تاسكينج، يعني انا ممكن استخدمها بطريقة وبطريقتين او اكثر، مثل هذه القطعة اللي انا قاعدة عليها، هي بنش وهي تحت تسمح لي اني انا اخزن في لاين كامل للسلال، مثل السلال هذه اللي موجودة. ممكن اني استخدم هذه القطعة حق غرف الاطفال، أخزن هني داخل غرف ألعاب الأطفال، بحيث إنه وقت ما قاعدين يلعبون أطلعهم يلعبون، وقت ما يخلصون نحطهم ونسكر، فرجعت لي مرة ثانية قطعة عبارة عن بنش فقط. ممكن أن أنا أستخدم نفس هذه القطعة أحطها في صالة المعيشة، ممكن أن أنا أحطها في الممر، يوم تكرمون كبت مال جواتي، فممكن أن قطعة واحدة أستخدمها في أكثر من مكان حسب احتياجي أنا. وبختام حلقتنا اليوم إن شاء الله أنكم تكونون استفدتوا من المعلومات اللي قلناها، ونشوفكم إن شاء الله بالحلقات الجاية. مع السلامة.